بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات مواكب النور. أيها المشاهدون الكرام، كنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي على بعض العتاة المشركين، وهم من الذين يعتبرون من عقلاء القوم في ذلك الوقت، جاءوا لمحاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز. فأهلا بكم لنتناول هذا الموضوع بتفصيل أكثر إن شاء الله مع أستاذنا الفاضل أستاذ عمر ازدادو. فمرحبا بكم أستاذنا الكريم. شكرا ست. كنا توقفنا عند الوليد ابن المغيرة. نعم. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعه القرآن، كيف كانت يعني كيف كان موقفه من القرآن الكريم؟ هذا الوليد كان من عقلاء قريش، وكانت له مكانة، وكانت له سيادة، وكانت له سمعة، وكانوا يحترمونه. ولما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن، وأسند ظهره ووضع يديه خلف ظهره واتكأ يستمع، نفد هذا القرآن إلى قلبه فتأثر، فرجع إلى قومه وعليه سمات هذا التأثر بما سمعوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا له: نراك أنه قد سحرك، ماذا وجدت عنده؟ قال: سمعت كلاما آنفا، ما هو بالخطابة، ولا هو بالشعر، ولا هو بالسحر، ولا هو بالكهانة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال طبعا الوليد من خبراء اللغة، هو القرآن الكريم نزل بالتحدي بما فيه من بيان، وما فيه من بلاغة، وما فيه من إعجاز، لقوم يملكون اللغة ويملكون بيانها ويملكون إعجازها، حتى إنهم كانوا يفتخرون بالشاعر إذا نبغ في قبيلتهم، وحتى إنهم أخذوا القصائد المطولة عندهم والتي سميت بالمعلقات، وقيل أنهم علقوها في الكعبة المشرفة اعتدادا بهذه اللغة القويمة التي جاءت في هذه المعلقات. كانوا يفتخرون بأشعارهم وبأفكارهم في تلك الأشعار، إذن كانوا هم أهل لغة وأهل سيادة في هذه اللغة. والوليد كان يعرف القرآن وفهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أحاطوا به وقالوا: لو تركناه يبلغ إلى الناس هذا الكلام لآمن الناس بمحمد. فأرسلوا إليه ذاك القاسي القلب الذي هو أبو الحكم بن هشام أبو جهل، وجاء إليه وأخذ يكلمه ويذكره بآبائه وبأجداده، حتى حماه، حتى ارتفعت في داخله الحمية الجاهلية. قال: وما نقول إذا جاءت القبائل الآن وهو يريد أن يبلغ هذا الكلام، ماذا نقول لهؤلاء الناس الذين سيردون علينا في مواسم الحج؟ ففكر وقال: نقول سحر يوتر. أخذه عن أهل بابل ففرق به بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته، فصفقوا لما قاله الوليد، يعني وصل إلى الحل. نعم. وهذا أشار إليه القرآن الكريم حينما قال: ففكر إلى آخره، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. إذا الله أشار إليه وأنه سيكون من المعدل، أهل سقر، من أهل سقر. وهنا لابدأ باش نعطي واحد اللمحة لهذا الإعجاز القرآني في الأخبار المغيبة في الوليد. لما أشار القرآن الكريم إنه سيصلى سقر، ما آمن وما أسلم قط، يعني لم يموت بعد، حينما لم يموت بعد. وكذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي لهاب
عمه أبو لهب لما نزل فيه قول الله عز وجل لا يزال وحيا سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جدها حبل المسد. يعني لو أن هذا القرآن كاذب غادي نبين تبين لنا السيرة فيما بعد أنه أبو لهب كما أسلم كثير من الذين عارضوا الإسلام أسلم هو أيضا ودخل وشملته، ولكن الله كان قد حكم عليه قبل ذلك ونزلت فيه الآيات بأنه سيموت وهو كافر وهو مشرك. وهذا من الإعجاز الغيبي ديال القرآن الكريم، يعني الغيب ديال المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أرسلوا إلى رسول الله رجل آخر كانت له نفس القيمة ونفس السيادة في قومه ونفس المكانة ونفس الاعتبار في قوة ثقافته وقوة ما يفهمه من كلام العرب، وهو عتبة بن ربيعة، وذا كان له شأن عظيم ذاك القريش. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عتبة قبل أن يأتي إلى رسول الله جمع القوم، قال لهم تريدون أن أكون واسطة بينكم وبين محمد؟ قالوا نعم. قال على شرط أنني سأعرض عليه أمورا إذا قبل واحدة تقبلونها. قالوا فوضنا لك الأمر، ما قبله معك فنحن معك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه بكلام لين، قال له يا ابن أخي إنك قد جئت بكلام، وهذا الكلام أثر فينا فسفهت أحلامنا، يعني درتينا الناس ما كنعرفوا شيء، وسفهت عقولنا وقل دير احنا ماشي عقلاء، وسفهت من مضى من ابائنا، وقلت الاباء ديالنا والاجداد ديالنا راه ما كانوا كيعرفوا والو وراهم لا عقل لهم، هذا الشيء كله اثرتي فيه وسبيتي الالهه ديالتنا وعرفتينا كنعبدوها وعرفتي راه واسطه بيننا وبين الله، احنا راه ما كنذكروا شيء عن الله موجود، ولكن انت دخلتي هذا المدخل وهذا الشيء امور عظيمه، احنا راه فوضوني القوم ديالي باش نعرض عليك امور. إلا بغيتي تكون ملك أعطيناك الملك وتكون أنت هو الملك ديالنا، إلا بغيتي تكون السيادة كنت كتقبل باش تكون أنت هو السيد سودناك، لا أحد يكون سيدا فوقك، إلا بغيتي المال نجمع لك المال تولي أنت أغنى واحد عندنا في هاد مكة، يعني هذه عروض كبيرة، هذه عروض مغرية اللي بغيتي، ماذا تريد؟ قول لنا هاد الأمور حنا ننفذوها لك. وإلا كان هاد الشيء اللي كيجيك من الجن وكان رئيا من الجن راه حنا نداويوك، راه عندنا الكهانه ديالنا وعندنا الالهه ديالنا اللي كتشافي من هذا الشيء، وعندنا سميتو الكهان ديالنا اللي عارفين في هذه الكهانه وفي السحر، وراه حنا نداويوك من هذا الشيء حتى ما حتى شي حاجه ما تصيبك من هذا الشيء. اما النبوه لا يمكن ان تكون هذه نبوه، لا يمكن ان تكون نبوه، كاع كل شيء سيعرضوا عليه والنبوه. فلما فرغ قال وقد فرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، هو يقرأ وعتبة يسمع، ونفاد كلام الله إلى قلب عتبة وتأثر به وعلم أن هذا الكلام لا يقوله بشر وأن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وليس من عنده، لأن هذا الكلام فوق البلاغة ديالهم وفوق الإعجاز ديالهم البلاغي اللي عندهم وفوق الفصاحة ديالهم اللي عندهم، هذا شيء آخر وانضم آخر. ارجع للقوم ديالو، القول وجه ديالو حتى هو متأثر. قالوا لماذا جئت؟ بماذا جئتنا؟ قال لهم اسمعوا مني جيدا، والله سمعت هذا الكلام راه لا يقوله بشر، أنا النصيحة ديالكم خلوا بين محمد وبين ما هو فيه. إذن هذا دليل على أن هؤلاء يعرفون أنه على الحق. قال خلوا بينه وبين ما هو فيه، فإن تصيبه العرب احنا ما نوصلوش، احنا قبائله وعشيرته، إلى العرب الأخرين أدوه أقتلوه تهنينا، وإن يظهر، وإلا هو انتصر، وهذا كانوا كينتظروا هذا الانتصار، وإن يظهر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم، عربي مثلهم فهو منا. راه الى هذا ارفعوا وترفع بهذا الكلام اللي جاء، راه حنا اللي غادي نفتخروا به، راه السياده اللي بتجي راه بتجينا حنا عن طريقه هو، خلوا بينه وبينه. قالوا لقد سحرك انت، اذا قد سحرت. اذا هذا موقف، يعني من مواقف هذا، الله فتح لي الله لهذا الانسان، فتح لي الله البصيره ديالته، ولكنه اغلقها بفعل العصبيه وبفعل الشيطان الذي كان يرصدهم وباختياره، لأنه هو
رجع إلى قومه ورجع إلى عصبيتهم ورجع إلى ما كان يفتخر به هناك من كلام أجدادهم، فكانت نهايته أنه كان من الذين ماتوا وهم كفار مشركون، وغادي تكون النهاية ديالته في غزوة بدر الكبرى كما سنرى فيما يأتي من حلقات السيرة. نعم، يعني في هذه الفترة اشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأعظم المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطائفة المسماة بالمستهزئين. نعم، ومن أكبر هؤلاء أبو جهل. نعم، لعنة الله عليه. لعنة الله. كيف كان أبو جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني نموذج من مواقف أبي جهل. أبو جهل حاول بشتى ما لديه من قوة أن ينتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حاول، هو كان كيقول للقوم ديالو لا سمعتو كيقرا القرآن صفروا ولا قولوا شي كلام آخر اللي يفسد هذاك القرآن، لغوا فيه حتى لا يسمع القرآن، حتى لا يسمع هذاك القرآن. هذه من المواجهة، فين ما سمعتوه يقرأوا القرآن قوموا انتم بشي حركات صوتية باش تفسدوا عليه هذاك الشيء ما يسمعه الناس. هذه الأولى. ثانيا مشيو وقلبوا على التجار اللي هما كبار ويؤمنون به، وحاولوا كيمشي لهم هذا أبو جهل وكيقول لي أنت عندك التجارة ديالك نعم، وانت تبعتي هذاك الرجل نعم، ولكن احنا الى ما رجعتي شيء اللي ما عليه الدين ديالنا والاباء ديالنا غادي سنفسد لك تجارتك وغادي نبخسوا لك الاثمان ديالك وغادي تكون من الفقراء وغادي نقولوا للناس راه هذا سفيه وهذا لا ينبغي ان لا يتبعوك في في فيما تفعله، وغادي نفسدوا لك هذاك يعني الربح ديال كل اللي كتربح. يعني هناك تهديدات لكل من يدخل، تهديدات لهذا الكبار من القوم. وذهب ابو جهل الى شيء اكثر من هذا، قال لهم إذا شفت، إذا رأيت محمد يصلي بجوار الكعبة خلوني بيني وبينه، أنا راه غادي نقتله، سأنهي لكم هذا الرجل. قالوا كيف ستفعل؟ قال لهم أنا اللي غادي نشوف واش غادي ندير. قال لهم غير اتفقوا معايا باش إلا فعلت هذا الفعل راكم كلكم تكونوا معايا، إلا قاموا لي بنو هاشم بني عبد المطلب تكونوا معايا. قالوا نحن معك افعل، يعني اعطوه واحد الورقة بيضاء ليفعل في رسول الله ما يشاء. في الغد يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى ساجدا بإزاء الكعبة. نعم. فيذهب أبو جهل ويحمل حجرا ضخما لا يحمله إلا بشدة، ويأتي به ورسول الله ساجد ويريد أن يلقيه على رأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقسم رأس رسول الله في زمه. يعني هم بقتله، هم بقتله، يريد قتله. فما اقترب حتى ارتد مذعورا وألقى بالحجر وفر هاربا. فقالوا له ماذا بك يا أبا جهل، ماذا وقع لك يا أبا الحكم؟ قال والله لقد رأيت بالقرب من محمد فحلا، يعني جمل، له أعين كذا وله صورة كذا وله أنياب وله أظافر، لو أنني اقتربت منه لالتهمني. يعني الله سبحانه وتعالى كان عمل هاد الحراسة لرسول الله من أولئك، هذه العصمة الله يعصمك من الناس، هاد الحراسة المشددة من طرف الملائكة اللي كان كتحط برسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الكريم، هذا يعني يذكرنا بقصة أخرى ذكرها الإمام بصيري رحمه الله، في أبو جهل مع الإراشي واقتضاه دين الإراشي. الإراشي نعم، هاد الإراشي اللي هو من إراش، يعني جاء هذا الرجل وابتاع منه أبو جهل شي سلعة ولا شي جمال. نعم. وما خلصوش، ما عطاش الثمن ديالها. أبو جهل يعني لقوته ولمكانته احتقر هذاك الرجل وأنكر أنه عليه دين منه. هذا الرجل بقى كيقلب على شكون اللي ينصره، هو يمشي للنادي ديال قريش، يعني النادي داك المجمع، المكان اللي كيجتمعوا به في صحن الكعبة، في صحن هذاك البيت الحرام، بيت الله الحرام بجوار الكعبة، كان هذاك هو المجلس ديالهم. فجاء إليهم وقال من منكم ينصرني على أبي الحكم بن هشام؟ قالوا لي مالك معه؟ قال لي راه شرى مني شي سلعة وراه أنكرني وما بيعطيني شيء الثمن المستحق ديالي. فأرادوا أن يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأشاروا إليه، قالوا كتشوف هذاك اللي كيرتفع وينحني وكان إلى سيدنا محمد. قال لهم نعم، قال لي هذاك هو اللي غادي يكفيك من أبي جهل، من أبي الحكم بن هشام، سير ليه راه هو اللي يفكك منه. يعني لما بينهما من عداوة، لما بينهما من العداوة، كيعرفوا العداوة وهما يشوفوا المشهد كيفاش سينتهي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي الحكم بن هشام. فجاء هذا الرجل من تلقاء نفسه وبهذه النية الصادقة ديالته، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال له هذوك القوم راه بعثوني اليك وراه عليا شي دين على ابي الحكم بن هشام، كانت سالو بعث لي شي تجاره وراه ما خلصني شي فيها، وراه قالوا لي ما كاين اللي ينصرك عليك دارك الرجل، راه جئت اليك فارجو منك ان تكون انت هو الناصر ديالي على هذا الرجل. قال لي نعم. بعثوك هذوك الناس؟ قال لي يلاه تبعني. هو يمشي حتى دق الباب على ديال الدار ديال ابي جهل، فقال فسمع من يقول من، يعني ابو جهل، قال أنا محمد. فارتعد قلب أبي جهل في داخله وخرج يرتعد وفتح الباب. قال لي نعم، ماذا تريد؟ قال هذا الرجل عليه دين لك؟ قال نعم. قال له أعطيه مستحقته، خرج لي الآن داك الشيء اللي كيتسالك. فرجع يرتعد. قال نعم الآن. فرجع يرتعد وأخذ تلك المستحقات بكاملها وخرج بها وأعطاها للرجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكروا الأعرابي، مشى عند الرجال ذوك القوم اللي صفتوه، قال لهم جزاكم الله من قوم ومن عشيرة، راه داك السيد اللي صفتوه ما راه خد لي المستحقات ديالي من أبي الحكم بن هشام. هما كانوا في هذه اللحظة صفتوا شي مرسول من عندهم، قالوا لي شوف لنا الوقائع اش بيوقع، شي واحد منهم هما من الجماعه. مشى وشاف هذا المشهد ورجع قال لهم والله رايت العجب، راه ما دق عليه تخرج يرتعد. قال لي اعطيه الفلوس، راه خرج لي ذاك الامانه ديالته واعطاه لي. ابو الحكم هو جاي رجع، فاخذوا يتندرون عليه ويستهزئون به، قالوا كيف كنا ننتظر منك ان تنتقم من محمد، فإذا بك قد فعلت فعلة لا يفعلها اي احد منا حتى من ضعفاء. قال لهم والله لو شاهدت ما شاهدت ما غادي تفعلوا الا ما فعلت، ما فتح لي الباب، فتحت الباب ترأيت في حليني عيونهما مثل الشهاب ولهم اظافر ولهم انياب، والله لو قلت لا لالتهمني اولئك الذين جوج الاجمال حيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مشهد مرعب. قال لهم ليكون قلت لا لا أخذني كل منهما ولا مزقني شرة مزق. ما علي إذا إلا أبو جهل يرى كل هذا بأم عينيه ولا يؤمن ولا زال ولا يزال مستمرا على كفره حتى يموت وهو كافر. إذا هذه من المشاهد المؤثرة التي وقعت لأبي جهل بن هشام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك قال والله قولته المشهورة التي قالها للمغيرة بن شعبة، والله لو كنت إني أعلم أنه على حق، ولكن ديك العصبية الجاهلية اللي قال احنا نبيرة ما غادي نقبلوها شيء. إذا ديك العصبية الجاهلية ديالته هي اللي خلته ياك الحفاظ على ما كان عليه الآباء والأجداد. أستاذنا، من هؤلاء نماذج أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نتحدث قليلا عن أبي لهب. أبي لهب هو أيضا من الذين يعني سد الله بصيرتهم عن الانصياع إلى الحق، وحق عليه القول أنه كان من المفسدين وكان من الضالين، لأنه غادي يبقى تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ما مشى رسول الله إلى قوم أو إلى رجل جديد كيأتي في أيام الموسم وفي أيام الحج وبيقول له راه أنا هو النبي وقد جئت بكذا وكذا، يكذبه أبو لهب عمه ويقول للرجل نحن عشيرته. إذن أبو لهب لا شغل له إلا رسول الله. إلا رسول الله هو وأم جميل كانت تضع الأذى أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي بالأشواك وتأتي بالأقذار وتضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها يتبعه أينما ذهب ويقول إنه كذاب وإنه ساحر، لقد ضل عن جماعتنا وخرج عن أسرتنا التي تؤمن بكذا وكذا فلا تتبعه. فيتشكك الناس ويقولون هذا من أسرتي ومن عائلته، هو أدرى منا به وهو يعلم أن هذا الرجل ليس على حق.
إذن هكذا كان أبو لهب يسير في هذا الضلال المبين حتى أراد الله له أن يصاب بداء عضال كي يصيب ذاك المرض حتى كيولي نتين في النهاية ديالته كيخناز يعني صابوا في جسده شي قرحة رائحته تصبح نتين رائحة كتصبح خانزة وريحة حتى أنهم اللي حفروا ليه الحفرة فاش بغي يردموا تحت ما قدر يقرب ليه ولادهم اللي جاو شدوا غير شي آلة باش كيدفعوا كتلاحوا في هذيك مات من هذا المرض ختم الله نعم ختم الله له بهذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. يعني هناك قصة لزوجة أبي لهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها فهر في يدها. نعم نذكر هذه القصة نذكرها إن شاء الله. فهذه أيضا جاءت وقالت أين ذلك الذي قال إن قرآن قد نزل فيها وفي زوجي يا جوا والذي قالت يقول فيها وامرأة حمالة الحطب في جدها حبل من مسد. رسول الله كان جالس هو وأبو بكر وسيدنا أبو بكر جالسين في صحن البيت الحرام جوار الكعبة المشرفة وهي تهز واحد الحجر حجر على قدر ما تحمله أنت من ثقل ما تقدروا عليه نعم. ما تقدروا عليه وجاي به زاعمة أنها إلا شافت رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي تنزل عليه بهذاك الحجر تضرب به راسه وتشتله وتنتهي منه. فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر بجانبي فأعمى الله بصيرتها فلم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله ببصرها فلم تره فأخذت تقول أين محمد وتسأل سيدنا أبا بكر أبي بكر كان معه نعم الذي كان معه قال إنه أنا ذهب ذلك الذي يهجني ويقول أن قرآن قد نزل فيها والله لو كنت وجدت معك لكسرت رأسه بهذا الحجر الذي يحمله. وانصرفت فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم ترك؟ قال لقد عام الله بصيرتها فلم ترك. هذه كلها من كانت من ذاك الحفظ الذي أحاط الله به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم رغم أنه يتحمل الأدى ويتحمل هذه المسائل كما سنرى أن ما فعله ما هو عقبة بن أبي معيط وهذا كان من أشد ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنهم كانت واحد الناقة ديالتهم ولدات وكان داك السلا ديالها وداك الدم وداك الفرط وهذاك القيح وهذاك الشيء كلهم محطوط يعني ما يخرجوا من داخل النار نعم. وبقى من بعد الولادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد عند البيت والجماعة بدات كتشوف وقالوا شكون اللي ينوض ويجيب هذاك السلا ديال هذيك الناقة ويحملوا هكاك بهذاك القذارة ديالو ويديروا على محمد وهو ساجد. فقام عقبة بن أبي معيط هذا الشرير قام وفعل فعلته تلك وحمل ذلك الدم وحمل ذلك المسائل الفاسدة وجاء ووضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ورسول الله لم يتحرك. وذهب من أبلغ ابنته الصغيرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأخبرها بما فعله عقبة فجاءت وأزالت ذلك الأداء عن رسول الله. فلما استقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم عليك بقريش 3 مرات اللهم عليك بقريش اللهم عليك. فارتعدت كانوا يعرفون أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة وخافوا فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط وسمى أسماء بأسمائهم. قال راوي الحديث فوالله لقد رأيت مصرعهم جميعا يوم بدر كلهم في القليب الذي دفن فيه قتلى المشركين. يعني هؤلاء كلهم ماتوا وانتقم الله لرسول الله في غزوة بدر الكبرى. إذن أستاذنا الكريم نماذج من هؤلاء كثر وسوف نرجي البقية إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل بإذن الله. نعم. بعض ما يؤخذ من هذه الحلقة المباركة. نعم هنا كنشوفوا كيف أن الأداء يتكاثر. نعم. ورغم أن هذا الأداء سيتكاثر هذا لا يزيد المؤمنين المخلصين إلا تشبتا بهذا الدين لأنه الأداء ديال المشركين ما غاديش يوقف عند هذا الحد غادي يمشيو لمحاورة عمه أبي طالب الذي كان يحميه
حتى انهم غادي يطلبوا منه باش يعطيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعلوا بما يشاءون ويعطيه واحد الولد جميل اللي هو عمر بن الوليد يشدوه هو بلاصتو. وكيف كان غادي يقول هذا السيد الكريم اللي هو عم رسول الله، قال لهم عجبا لكم، تريدون ابني اعطيه لكم لتقتلوه، وتريدون ان تعطوني ولدا منكم لاربي واغدي ويكون له الفخر، ما هي في هذا؟ والله لن يكون ابدا. يعني هذه المواقف الصعبه كان المسلمين يتشبتون فيها باسلامهم، والله يريد باش يكون هذا النصر بهذه الطريقه ديال المجاهده والطريقه ديال المواجهه، باش يكون النصر بعد ذلك لله على هذا الاعداء وعلى هذه الفئه القويه في هذا المكان اللي هو مكه، باش ما يعودش لها الفخر على انها هي التي نصرت الاسلام. وسبحان الله فيما يفعل. استاذنا الكريم، شكر الله لكم، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.